السلام عليكم، مرحبا بنا عندكم مره اخرى ومرحبا بكم عندنا. راكم عارفين جري عليا نجري عليك، حنا كنحاولوا اننا نصارعوا نجروا مع الوقت باش اننا نوفروا لكم الدروس اللازمه، وان شاء الله انا جد متفائل اننا غنتمكنوا باش اننا نوصل لكم جميع المعطيات، وكذلك جد متفائل ان هذه الازمه غتمر في اقرب الاجال ان شاء الله. اذا جيت اليوم باش نبدا معكم الحصه الثانيه. الحصه الثانيه دائما متعلقه بسلاسل التمر، غير اليوم غنزيدوا شويه كيفاش اننا نجاوبوا على بعض الاسئله ديال الامتحان الوطني بطبيعه الحال. وانطلاقا من هذا الحصه ديال اليوم، الى خديتوا شي امتحان وطني اللي فيه سلسله التمر غتعرفوا الاجابات بطبيعه الحال، او انكم غتعرفوا طريقه الوصول للاجابه. غير قبل ما نبدا الحصه ديالي الله يخليكم، بغيت نشير واحد الحاجه مهمه وشرت لها من قبل، ولكن راه ما بانش ليا بان كاين تفاعل بطبيعه الحال بزاف. ما تنساوش بان كما قلت راه كاينين ناس بزاف اللي خص يوصل لهم هذا الفيديو، كاين ناس بزاف اللي خص يوصل لهم هذا الكور. الدروس بطبيعه الحال متواجده، ولكن راه كاين اختلاف في الدروس بطبيعه الحال. نعاود ناكد بالنسبه للقناه ديالي هي هذه بروف غولميس في تي تي في. يكفي انك تكتب في اليوتيوب بروف غولميس في تي تي في، لانك اللي كيوصلوا الفيديو على عن طريق الواتساب وتتفرج في الفيديو وتيمشي، كيتسنى عاود يوصلوا فيديو اخر كيتفرج فيه وتيمشي، اما لان ما سبقش نتعامل مع ليشين او لا من خلال المبالاه. الله يخليكم، بارطاجيو وما تنساوش ديروا ابوني وديروا كذلك لي جيم باش ان حتى لاشين تطلع، غير باش تكونوا اكيدين. راه حنا راه ما عندنا حتى شي ربح مادي، راه عرفتوا من القنوات اللي كيديروا البوز واللي كيديروا الربح المادي راهم معروفين. حنا هذه راه فتره، راه ما كاين من با واحد 20 يوم ولا شهر ولا ان شاء الله حتى الامتحان الوطني، هذه المده اللي غادي تخدم فيها القناه. طبعا حنا غنخدم فيها باش توصل لكم نتوما المعلومه، اما بالنسبه لنا حنا راه تمشي هذه المده، راه كتجي العطله راه ما كتبقاش القناه كتخدم. راه الهدف من القناه ليس هو الربح المادي، لان كاين حتى كيبغى يدير ابوني ولا كيبغى يدير جيم وتيتفكر بان هذاك الاستاذ راه غادي يربح، الاستاذ راه ما غاديش يربح. نتمنى انت تربح ان شاء الله. ما تنساوش كما قلت لكم باش تطلع القناه وتوصل لعدد كبير من العدد اكبر من التلاميذ. نبداو على بركه الله. السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى. دونك الحصه الثانيه تتم ديال الحصه الاولى بطبيعه الحال فيما يتعلق دائما بالظواهر الجيولوجيه الباطنيه. انا من خلال هذه الحصه غنحاول نشوفوا واحد المقطع صغير ديال الفيديو جد مبسط، لان تنعرفوا كاين اللي باقي ما دارش الدرس ديال الجيولوجيا، وبالتالي كيصعب عليه شويه يستوعب هذه المعطيات اللي حنا كنتكلموا عليهم. انا غنشوف واحد المقطع جد مبسط نحاول نشرحه من خلاله، ثم نرجعوا للطريقه ديال التدريس بطبيعه الحال باستعمال الصوره الى اخره، ونشوفوا علاقه هذه المعطيات والمحتويات ديال الامتحانات الوطنيه. وانا اكيد ان شاء الله من بعد ما نسال غير فقط السلسله ديال التمر ساحيلكم على واحد الامتحان الوطني اللي غتولي تكون عندكم القدره ببساطه انكم تبداو تجاوبوا على بعض الاسئله من هذا الامتحان الوطني هذا ديال الجيولوجيا بطبيعه الحال. الوغ بقاو معايا هنا كما كتشوفوا، لاحظوا الصفائح الصخريه، هذا المجال القاري، اذا صفيحه صخريه قاريه وهذه صفيحه صخريه محيطيه، دائما السوق ديالها تيكون صغير وفوق منها المحيط بطبيعه الحال. انا غادي كنشوفوا هنا لتحت هما عباره ما يسمى عن تيارات الحمل الحراري، لاحظوا الحركيه ديالهم هنا على مستوى الدلو والوسط المحيطيه، فهي عباره عن حركيه تباعديه مما يؤدي الى نشوء المحيطات، في حين هنا على مستوى الهامش النشيط بطبيعه الحال الهامش القاري لاحظوا الحركيه ديال تيارات الحمل الحراري اللي تيكونوا بطبيعه الحال على مستوى الاتموسفير. الشيء اللي كيدفع هذه الصفيحه القاريه مع الصفيحه المحيطيه كيدفعهم يعني في نفس الاتجاه، تقارب ديال كلا الصفيحتين. ولاحظوا شنو غيوقع في هذا المكان هذا بالضبط، الانغراس ديال الغلاف الصخري المحيطي الاكثر كثافه تحت المجال القاري او الغلاف الصخري القاري الاقل كثافه. هنا كما قلنا اثناء هذا الانغراس تكون شدودات حراريه وكتكون بؤر زلزاليه، ولكن لاحظوا هنا بان هناك انصهار جزئي، انصهار جزئي لبيريدوتيت الصفيحه الراكبه بعد التحرير ديال جزيئات الماء بطبيعه الحال، صعود ديال هذه الصهاره نحو الاعلى، وبالتالي نشوء بركانيه خاصه البركان الانديزيتيه التي تكون عنيفه. اذا دائما مع الاستمرار ديال الانغراس
تحرير ديال الماء من بعد تعرض ديال السفن القشره المحيطيه المنغرزه لظاهره التحول، استمرار صعود ديال السهاره، وبالتالي تشكل مجموعه من البراكين على طول الهامش القاري، مما يساهم كذلك في الرفع من السلسله الجبليه. هنا في هذا الهامش هذا تلاحظوا العمق، قلنا بان العمق بطبيعه الحال ديال المياه تيكون كبير بزاف، فنتكلم عن حفره محيطيه. اذا غنشوفوا دابا الظروف ديال الانصهار الجزئي للبيريتوتيت في مناطق التمر بغياب او بوجود الماء، وهذو هما المنحنيات اللي كنصرفوهم بطبيعه الحال في الامتحانات الوطنيه. هنا بالنسبه في حاله غياب الماء تلاحظوا بان شروط ديال الانصهار الجزئي ودرجه الحراره السعيريه المتواجده بمناطق التمر لا تتقاطع، وبالتالي لا يمكن الانصهار الجزئي للبيريتوتيت في مناطق التمر في ظل هذه الظروف. طبيعة الحال المنحنى رقم 3 فهو يمثل الانصهار الكلي، يعني ملي كتكون درجة حرارة جد مرتفعة. هنا بالنسبة لهذه الحالة غيعطونا درجة الحرارة السعيرية في مناطق التمر، درجة الحرارة اللازمة لبداية الانصهار الجزئي للبيريدوتيت، وهذا اللي غيختلف على حسب واش كاين الماء ولا ما كاينش الماء، وجود أو غياب الماء. إذا في هذه الحالة راه ما يمكنش انصهار البيريدوتيت في مناطق التمر. لاحظوا دابا معايا هنا مزيان، ملي كتنغرز القشره المحيطيه في الاستينوسفير الساخن كيتم تحرير ديال الماء بطبيعه الحال من بعد التحول. لاحظوا شنو تيوقع لدرجه الحراره اللازمه للانصهار الجزئي، باش ما كيتم تحرير ديال الماء تتنخفض درجه الحراره اللازمه للانصهار الجزئي للبيريدوتيت، وبالتالي يصبح تحت درجة الحرارة السعيرية المتواجدة بمناطق التمر، مما يمكن من الانصهار الجزئي للبيريدوتيت في مناطق التمر. إذا في مناطق التمر بغياب الماء لا يمكن انصهار جزئي للبيريدوتيت، بينما بوجود الماء يمكن الانصهار الجزئي للبيريدوتيت. بطبيعة الحال حنا من النوع اللي ما تيفهم بطبيعة الحال غاب الكراج، ألوغ غندوزو للسبورة باش أننا نوضحوا هاد الظاهرة مزيان. ألوغ دابا غندوزو باش نشوفوا ظروف انصهار جزئي للبيريدوتيت في مناطق التمر. شنو هي الظروف اللازمه للانصهار الجزئي؟ هي نفسها اللي تكلمنا عليها من قبل، ولكن بطبيعه الحال دون استعمال السبوره و لي ماركور ولا السبوره والطباشير راه بطبيعه الحال ما كاينش فيها مسلم فرصه. الوغ تبعوا معايا دابا وبشويه علينا غنحاولوا نفهموا اشنو غيطلب منا، لان هذا المنحنى غنصادفوا اون كات عطاتنا سلاسل التمر في الامتحان الوطني، بطبيعه الحال غادي نصادفوا هذا المنحنى هذا. اما تيكون على شكل منحنى واحد بحال هذا الشكل هذا، اولا كيقسموه على جوج ولكن راه نفس المعطيات ونفس الاستنتاجات بطبيعه الحال. تيكون عندنا هذا لاكس هذا اللي كيكون فيه العمق او الضغط، لاكس الثاني اللي كتكون فيه درجه الحراره. تعطونا هذا المنحنى هذا مهما اختلاف ديال التسميات ديالهم، فكتبقى دائما هذا المنحنى يدل على درجه الحراره السعيريه لمنطقه التمر، بمعنى درجه الحراره السعيريه التي تنتشر بمناطق التمر. عندنا درجه الحراره السعيريه في منطقه التمر، وعندنا بداية الانصهار البيريدوتيت غير المميه وبداية انصهار البيريدوتيت المميه. ما المقصود بذلك؟ هو ان غيعطونا هما المنحنيات اللي غيتكلموا فيهم على، يقول لك ها هما الظروف اللي غيبدا ينصهر فيها جزئيا. بطبيعة الحال بداية الانصهار نتكلم عن الانصهار الجزئي للبيريدوتيت المميه بمعنى بوجود الماء، او للبيريدوتيت غير المميه بمعنى بغياب الماء. حنا ملي كنتكلموا على الماء وجود او غياب الماء اش من معنى كنتكلموا؟ طبيعة الحال ما كنتكلموش على الماء ديال المحيط، نتكلم عن الماء المحرر اثناء تحول صخور الغلاف الصخري او القشره المحيطيه اثناء انغرازها بغياب الماء. لاحظوا معي، اذا ما كانش عندنا درجه الحراره او بدايه انصهار جزئي البيريدوتيت كتبدا بواحد 1150 ولا 1200 درجه تقريبا، ثم ترتفع حسب العمق. طبيعة الحال غيطلبوا منك الاستثمار ديال الوثيقه والتحليل ديالها الى اخره. بينما درجة الحرارة اللازمة لبداية الانصهار الجزئي للبيريدوتيت في مناطق، أو عفوا بداية الانصهار الجزئي للبيريدوتيت بوجود الماء، نتكلم عن البيريدوتيت المميز بمعنى بوجود الماء، كتبدا تهي بواحد 1100 على مستوى السطح أو في السطح، ولكن كنلاحظوا بأنها كتنخفض تدريجيا كلما تم التحرير ديال الماء، ولان الماء كيتم التحرير ديالو بواحد الوتيره مرتفعه في هذا العمق بطبيعه الحال اللي كيكون تقريبا، وهذا الشيء غادي يكون حسب
الوثائق اللي غادي يعطوكم تقريبا واحد العمق ما بين 80 كيلومتر و 100 حتى 120 كيلومتر. اذا في هذا العمق هذا بالضبط هنا كيتم التحرير ديال الماء بزاف، اللي كيخلي ان درجه الحراره اللازمه للانصهار ديال البيروجيت انها تنخفض حتى كتصبح قل من درجه الحراره السعريه المتواجده في منطقه الطمع. هنا كتولي امكانيات ان البيروجيت غيتعرض لانصهار جزئي في هذه المنطقه بالضبط، وهذا الشيء اللي كيتسبب لنا في تشكل بركانيه اونديزيتيه. شنو هو السؤال اللي غادي يطرح علينا هنا في امتحان الوطن؟ بطبيعه الحال باستغلال معطيات الوثيقه فسر تشكل، هنا بطبيعه الحال يكونوا معطيات كثيره، فسر تشكل الصهاره الجرانيتيه، او اللي يقدروا يطلبوا منا مباشره حدد ظروف الانصهار الجزئي للبيريدوتيت. اذا التحديد ديال الظروف، جو ريبيتي نوت فوا، نعاود مره اخرى، التحديد ديال ظروف الانصهار الجزئي للبيريدوتيت فهي تتعلق بوجود او غياب الماء. في غياب الماء لا يمكن الانصهار الجزئي للبيريدوتيت نظرا لعدم تقاطع منحنى بدايه الانصهار الجزئي للبيريدوتيت غير المميه ومنحنى درجه الحراره السعيريه بمنطقه الطمع. بينما يمكن الانصهار الجزئي للبيريدوتيت على مستوى مناطق الطمع، او الانصهار الجزئي عفوا للبيريدوتيت المميه على مستوى مناطق الطمع نظرا لتقاطع منحنى بدايه انصهار البيريدوتيت المميه مع منحنى درجه الحراره السعيريه في مناطق الطمع. ولكن بما انهم طلبوا منا تحديد ديال الظروف ديال الانصهار الجزئي للبيريدوتيت، فغنحددوا الظروف ديال الانصهار الجزئي للبيريدوتيت دائما من نفس المنحنى. الظروف ديال درجه الحراره تنحاول نقلبوا على نقطة أقل درجة حرارة، بطبيعة الحال هذا غيختلف ما غيكونش بحال هذا الشكل هذا، إذا بناء على الوثيقة اللي غادي تعطاكم، مثلا عندي أقل درجة حرارة هي هذه، غادي الإسقاط، تي واحد، إذا هذه هي أقل درجة حرارة لازمة باش أن يدار الإنسان جزئي البيريدوتيت. نعاود نشوف أبعد درجة حرارة، هنا أبعد درجة حرارة عندي هي النقطة، غنعاود ندير الإسقاط وغلقة تي جوج. سي نورمال انا بحكم مرسوم باليد ومزروب الى اخره، راه هاد القيم اللي كاينين هنا هاد الالف الى اخره، شي راه لا يؤخذ بعين الاعتبار انها غتكون ما بين 800 و 1000 و 1200 تقريبا، ولكن اللي تيهمني انا هو انكم تفهموا الطريقه كيفاش انكم توصلوا لهاد المعطيات. ملي كيقولوا لي الظروف بطبيعه الحال فهم بالضبط كيتكلموا على الظروف ديال الضغط ودرجه الحراره. اذا بالنسبه لدرجه الحراره، بالنسبه للضغط اقل ضغط غيكون هنا، نتكلموا على بي واحد، ثم ابعد ضغط غيكون هنا، وغنتكلموا على بي جوج. هادو كدير فقط الاسقاط باستعمال المسطره بطبيعه الحال، كدير الاسقاط وكتحط هادوك القيم، هنا الضغط وكذلك يمكنك تحديد العمق. اذا هذا هو السؤال اللي كيطرح لنا اونكا اون فوا تشوف هذا المنحنى، واخا يكون جوج مفرقين يعني نفس الحاجه. كيف تشوف هذا المنحنى في الامتحان الوطني عرف بان هذه هي الاجابه المطلوبه. اللهم انتبهوا معي دابا مزيان. حنا وصلنا للمرحله تقريبا الاخيره في مراحل تشكل سلاسل الطمع. انا غندير لكم واحد التلخيص مبسط ولكن حاولوا تنتبهوا معي. جيب لي ورقه وسيلو وكتب. دير بوز وجيب ورقه وسيلو وكتب معي. السؤال الأخير اللي كيطلبوا منا في الحالة ديال تشكل سلاسل الطمع، غيطلبوا منا بطبيعة الحال، بين كيف يتم تشكل الصهارة الأنديزيتية، أو بين كيف يتم تشكل الصخور الصهارية المميزة لمناطق الطمع. بطبيعة الحال هنا الصخور الصهارية المميزة لمناطق الطمر هي بلوتونات الجراميديوريت وكذلك صخور الانديزيت اللي هي عبارة بطبيعة الحال عن صخور بركانية. أنا غنعاود نشرح أون بغيف ولكن أون ميم طون كتب معايا الجواب ديال هذا السؤال هذا. أون كاجا هذا السؤال راه لا ريبونس ديالو غتكون على الشكل التالي. بطبيعة الحال الوسط غندخل الظاهرة ديال التحول على اساس ان الحلقه الثالثه ان شاء الله غتكون كتتعلق بظاهره التحول.
باش نتكلموا على تسلسل الاحداث او كيفيه تشكل الصهاره الانديزيتيه. اول حاجه غير خصنا يكون التقارب ديال جوج ديال الصفائح، خصنا يكون التقارب ديال جوج ديال الصفائح باش تكون سلسله جبليه. ولكن باش تكون سلسله الطمع خص بالضروره تكون سلسله او طبعاً غلاف صخري محيطي او صفيحه محيطيه اللي غادي تنغرز تحت من غلاف صخري قاري. اشنو اللي غادي يخليها تنغرز وشنو السبب ديال الانغراز؟ بطبيعه الحال قلنا بان هناك قوى انضغاطيه ممارسه من كلا الجهتين، وبطبيعه الحال فهي ناتجه عن تيارات الحمل الحراري، هما دوك اللي شفناهم تيدورو في الفيديو الاول. اذا اول عرضه غنتكلم عليها في هذا الجواب هذا هو تقارب الصفيحتين. انا غنتكلم على الصفيحتين اكس واي بناء على النوع ديال السلسله الجبليه اللي غادي تعطيك. طبيعة الحال الصفيحه مثلا صفيحه نازكا مع صفيحه امريكا الجنوبيه اللي غتعطينا سلسله جبال اونديز الى اخره. المهم هذا مثال. اذا انغراز الغلاف الصخري المحيطي، او قبل ذلك بعد ما تكلمت قلت لكم تقارب الصفيحتين اكس واي بفعل القوى الانضغاطيه. بعد ذلك انغراز الغلاف الصخري المحيطي الاكثر كثافه تحت الغلاف الصخري القاري الاقل كثافه. اثناء هذا الانغراز يرتفع الضغط بشكل كبير، بينما يلاحظ ارتفاع طفيف في درجه الحراره، ما ينتج عنه تعرض صخور القشره المحيطيه المنغرزه للتحول الدينامي. اثناء تحول صخور القشره المحيطيه المنغرزه يتم تحرير الماء، ما يوفر شروط الانصهار الجزئي للبيريدوتيت. بطبيعة الحال من بعد الانصهار الجزئي للبيريدوتيت يؤدي الى تكون صهاره اونديزيتيه. صهاره اونديزيتيه تصعد نحو الاعلى لتصل الى السطح، تتدفق على شكل بركانيه اونديزيتيه، تتبرد بشكل سريع على السطح مكونه صخور الاونديزيت. بينما جزء من هذه الصهاره يتبرد في العمق، بطبيعه الحال بما ان هناك تبريد في العمق فهو عباره عن تبريد بطيء في العمق، مكونا صخور بلوتونيه، لهذا نتكلم عن بلوتونات الجرانوديوليت. اذا هنا على حسب السؤال اللي طرح عليك، اما انك انت كتحبس في البركانيه الانديزيتيه او انك كتستمر وكتوصل حتى اما كتحبس في تكون ديال الصهاره الانديزيتيه او انك كتستمر وكتكمل حتى تكون ديال الصخور الصهاريه. كما لاحظتوا بان دمجت الاسم ديال التحول تحول دينامي، تكلمت على ارتفاع مهم في الضغط وارتفاع طفيف في درجه الحراره. هادشي بطبيعه الحال كما قلت لكم لان قلت لكم كتبوا معايا هاد المعطيات، بغيتكم تكتبوهم لان هذا جواب، ولكن حنا من خلال الدرس ديال التحول غادي نعاودوا نطرقوا لهذا بطبيعه الحال لهاد المعطيات. غنتكلموا على التحول المميز لمناطق التمر وكذلك التحول المميز لمناطق الاستدار. غير ما تنساوش اللي خليكم راه لاحظت بانكم ما كتبارطاجيوش بزاف، دونك اللي كيتفرج تيتفرج لراسو تيتفرج وتيجلس، يعني كانه هو الوحيد اللي بغى يستافد. كما قلت لكم الحصه الماجيه، لان غادي نشوفوا ان شاء الله بالنسبه للحصه المواليه راه غادي نشوفوا السلاسل ديال الطفو، غادي نشوفوا السلاسل ديال الاصطدام بنفس الطريقه وكذلك نوع التحول المميز لكل سلسله جبليه، باش من بعد هذا معطيات بطبيعه الحال ندوزو ان شاء الله ونشوفوا نماذج من الامتحانات الوطنيه اللي هما عباره عن دي تكنيك. كاين دي تكنيك كيفاش اننا نتعاملوا مع الوثائق وكيفاش كذلك نتعاملوا مع الاسئله وكيفاش اننا نفهموا الاسئله. الى الحصه المواليه ان شاء الله.